السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف، وعد عليك كل أيام كلها بخير يا رب العالمين، يرزقك ويرزقنا من حيث لا نحتسب. بصي يا حبايبي، النهاردة احنا نتكلم عن رؤية غسل الملابس في المنام. غسل الملابس يا حبايبي، صلوا بينا على النبي. اللي تشوف في المنام انها بتغسل الهدوم دي ذهاب هموم وهم ومشاكل وضيقة. لو شفت نفسها كده وغسل الهدوم، الهدوم حلوة ان شاء الله، خير ورزق دخل عليها وفرحة بإذن الله. طب لو شافت انها بتغسل هدوم ولادها، ان شاء الله بإذن الله لو عيلها محسودين ربنا هيبعد عنهم الحاجة الوحشة دي. نجاح ولادها، خير داخل عليها لولادها، تفرح بولادها في زواجهم او في نجاحهم للست المتزوجة. بالنسبة للرجل، لو شاف نفسه ان هو بيغسل هدومه ويبقى عنده مشاكل في شغله، هموم مشاكل في بيته، دي ذهاب هم ومشاكل وفك ضيقة وكرب. طب لو شاف ان هو بينشر الهدوم يا جماعة، بيبقى عليه دين وهيسده. نشر الهدوم ده سددان دين، تمام. طيب بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت نفسها ان هي بتغسل هدومها، شايفة ان الهدوم حلوة، ده خطوبة قريبة او زواج قريب. ليه؟ لا يكون هي كانت حالها كان يعني كان فيها حد عامل حاجة او حالها واقف، ان هي شافت ان هي بتغسل، ده بقى ذهاب الحاجة دي وفك الحاجة دي والهم والزعل والنكد. ربنا يفك دقتها وكربها ويبعدها بالزوج الصالح او الخطيب الكويس. ده بشرى لها بالزواج او الخطوبة القريبة جدا. بالنسبة للست المطلقة، لو شافت نفسها ان هي بتغسل هدوم او بتنشرها، ده برضو زواج ليها، او ان هي في نفقة او دين او حاجة ترجع لها، او فلوس جاي لها او رزق جاي لها، او زواجة تانية جديدة جاي لها. ولو شافت ان هي بتغسل هدوم، يعني هدوم رجل مع هدومها، يبقى دي زواجة تانية. فدي رؤية غسل الملابس يا جماعة، ذهاب هم وضيقة وفك كرب وحاجات وحشة. لما تغسلي وتشوف هدومك نظيفة قدامك، أو تشوف هدومك نظيفة قدامك. ولو حد تعبان وشاف نفسه إن هو بيغسل أو حد بيغسل هدومه، ربنا هيشفيه ويعفيه من هذا التعب. ربنا يا رب يفك دقيقتنا ويبعد عننا أي حاجة وحشة يا رب العالمين. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يا حبايبي، خش تحت الفيديو من تحت في الكومنتات يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله.